دلوقتي انت بعد ما شفت الفيديو بتاع فوري اللي اتكلمنا عنه عن فوري كارت فوري الاصفر والمنتج بتاع فوري اليومي، اتحمست ورحت استلمت كارت فوري الاصفر وعندك الكريدت كارد ومحتاس مسكين يا ولدها مش عارف ازاي تحول فلوس من كريدت كارد لكارت فوري الاصفر. النهارده هنتكلم مع بعض في الموضوع ده في الفيديو ان شاء الله، هنتناول الموضوع سريعا بس خليك مكمل معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم، ازيكم شباب، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اتمنى في بدايه الفيديو لو انت اول مره تتفرج علينا في القناه بشجعك انك تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس، ده مجاني مفيش اي رسوم هتدفعها لو انت تعمل كده. كل اللي هتستفيد انك انت هتتابع فيديوهاتنا الجاية ان شاء الله وتستفيد وتكون ابديت دايما باي فيديو بننزله عشان يجيلك نوتيفيكيشن على الموبايل بتاعك. ولو انت عجبك الفيديو في النهاية تبقى تعمله لايك وتشيره مع حد من اصحابك، واكيد لو عندك اي سؤال هتسيبه تحت في الكومنتات. دلوقتي انت استلمت كارت فوري الاصفر وعندك كريدت كارد وعايز تنقل فلوس من كريدت كارد في كارت فوري الاصفر. انا كنت اتكلمت في الفيديو السابق اللي اتكلمت فيه عن فوري باستفاضه، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن وهسيبه لكم فوق في الاي برضو لو انتم حابين ازاي نستلم الكارت، واتكلمت عن تطبيق فوري وكنت نوهت على انك انت قبل ما تستخدم الكريدت كارد بتاعتك انك تحول فلوس منها لكارت فوري الاصفر، يا ريت تتشيك مع البنك بتاعك ان الحركه دي هتسمع معاك حركه مشتريات، ولو حابب انك تساله هل يحتسب عليها نقاط مكافئات ولا لا عشان برضو تبقى في الامام الاول. المفروض لغايه وقت تصوير الفيديو ده، لغايه وقت نزول الفيديو ده، المفروض كارت فوري الاصفر اي فلوس بتدخل على الكارت الفوري الاصفر من الكريدت كارد بتاع اي بنك بتسمع كحركه مشتريات، والكارت الفوري بياخد عموله اللي هي 80 قرش لكل 100 جنيه. انت دلوقتي عايز تحول فلوس، الموضوع سهل جدا يا جماعه. بعد ما انت الابلكيشن بتاعك بتاع ماي فوري اكتيفيتد خلاص والكارت اكتف وكل حاجه، بتخش على الابلكيشن بتختار كارت فوري الاصفر وبتختار اد ماني. بعد ما بتدوس اد ماني بتختار في عندك كذا اوبشن قدامك انك تضيف بيه اموال الكارت الفوري الاصفر، منهم اوبشنز كتير ممكن نتكلم عنها باستفاضه لو انت حابين ونجربهم معاكم في فيديو. الاوبشن اللي هنتكلم عنه النهارده هو كريدت كارد. بتختار كريدت كارد، بتكتب بيانات الكارت الائتماني بتاعك، البنك المفروض بيبعت لك كود كنوع من انواع اللي هو يتاكد انك انت اللي بتضيف الكارت لنفسك، بيتم خصم بس جنيه وبيرجع لك في نفس اللحظه انت اصلا ما بتحسش بيه. الكود بتكتبه، بعد ما الكود بتكتب خلاص انت الكارت اتضاف في الابلكيشن، وبتكمل مع باقي الخطوه، بتختار المبلغ اللي انت عايز تحوله من كارت الائتماني لكارت فوري، وبيقول لك العموله والرسوم بتاعتهم كام، بيقول لك التوتال بتاعك اللي هيتخصم من كارتك الائتماني كام، بتدوس اوكي وبتكمل في الخطوات كانك بتشتري اي حاجه اونلاين عادي. في رقم سري هيوصل لك من البنك بتاعك عشان ياكد معاك المعامله، بتكتب الرقم السري ده لو البنك بتاعك مشترك في 3D سكيور المفروض اللي هي الليفل بتاع الحمايه الاعلى اللي هو بيتبعت لك كود تاكيد لكل حركه. المهم انت بعد ما تكتب الكود ده الفلوس المفروض بتطلع من كارت الائتماني تروح لكارت الفوري الاصفر بتاعك متاحه معاك، بس بتروح لك صافيه بعد خصم العموله اللي كانت ظاهره لك اصلا في الشاشه اللي قبلها. كارت الائتماني بيحصل ان هو بيسمع عليه الحركه دي كانها حركه شراء، وبتظهر معاك بعد يوم او يومين في الكارت بتاعك وبيجي لك رساله بيها من البنك بتاعك عادي خالص. انت فلوسك كده راحت كارت الفوري الاصفر. لو انت عايز تسحبها من على اي اي ام، عندك السحبه الواحده اكبر قيمه تسحبها هي 4000 جنيه في السحبه الواحده. المفروض ان مفيش اي عمولات ولا اي رسوم للسحب النقدي حاليا لغايه وقت تصوير الفيديو ده من ماكينات بنك مصر. لو انت استخدمت كارت فوري الاصفر في سحب نقدي من بنك مصر مش هيكون في اي عمولات، وبرده سحبه حد اقصى في السحبه الواحده 4000 جنيه زي ما بقول لكم، ده لغايه وقت تصوير الفيديو. فتشيك دايما مع البنك، دايما اقرا العمولات، اعرف التفاصيل، اعرف الشروط اول باول، علشان عدم معرفه كامله بالمعلومه يوقعك في مشكله ماليه خصوصا احنا بنتعامل بفلوس كده. انا اقدر اقول انا شرحت لك 100% ازاي تقدر تحول فلوس من كارت الائتماني بتاعك لكارت فوري الاصفر. دي خلصنا. لو انت بقى عايز تشترك في انك تحول كارت فوري الاصفر بتاعك، انت ما معكش كريدت كارد بس عايز تحول كارت فوري الاصفر بتاعك انك تخليه كارت ائتماني، وده كان الشق الثاني من السؤال اللي اتسال لينا في الفيديو بتاع فوري. بعيد كلامي مره ثانيه وبقول لكم ان الفيديو هتلاقوه تحت في الديسكربشن، سايب لكم اللينك بتاعه وموجود فوق في الايل. بشجعكم بشده انكم تتفرجوا عليه، هتستفيدوا بنسبه 100%، هتعرفوا معلومات اكتر عن فوري. المهم انك انت عشان عايز تحول او تشترك في خدمه التقسيط بتاعت فوري، يا ريت بعد ما انت بتبقى خلاص عقدت العزم وعايز تشترك بتروح تزور اقرب فرع، الفرع اللي انت استلمت منه كارت فوري بتروح تقول لهم انا عايز اشترك في خدمه التقسيط بتاعت فوري او كارت فوري الاصفر، بتمضي عقود. واعتقد الموضوع بياخد ايام معدوده وبيظهر لك ليميت على الكارت بتاعك او على الابلكيشن بتاع فوري، وتقدر تستخدم الابلكيشن بتاع فوري في التقسيط. بس علشان انا ما استخدمتش كارت فوري في التقسيط لغايه دلوقتي، بشجعك انك تعرف العمولات والرسوم بتاعه التقسيط، وهل في عمولات او رسوم عن كل استخدام ولا عن كل حركه تقسيط. اعرف التفاصيل دي كلها من الكول سنتر بتاعهم او من الموقع بتاعهم، او تواصل معاهم على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتهم. وانا يعني وعد مني اول ما اعرف معلومه عن الموضوع ده، معلومه موثوقه منهم هم شخصيا، هشاركها معاكم في فيديو تاني. عشان كده بشجعك لو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان ما تفوتكش اي جديد. طبعا عجبك الفيديو تعمله لايك وتبقى تشاركه مع حد من اصحابك، علشان ده بيدعمنا احنا طبعا، وعلشان المعلومه تروح لناس تانيين. ولو عندك اي سؤال ما تترددش انك تسيبه تحت في الكومنتات. في النهايه ثانك يو فور واتشينج اند سي يو نيكست فيديو. باي.